الصراع السوري في وضعه الراهن هو تعبير في جزء كبير منه عن مصالح إقليمية ودولية في سوريا، وهذا يتطلب وضع رؤية وطنية لإنهاء الاحتلالات المختلفة وإيجاد الوسائل والأدوات التي تساعد على إنهاء هذه الاحتلالات والعمل على تحديد الأولويات الوطنية. وفي ظل هذا الأمر، هل يذهب السوريون إلى الدعوة إلى خلق إطار عمل وطني ديمقراطي عريض خارج التحاصص الأيديولوجي والحزبوي الضيق؟ هذا ما ينتظره الشعب السوري من قواه السياسية والثورية. بدأ الحراك الشعبي السوري في 15 من آذار مارس من عام 2011، ورفعت الجماهير الشعبية شعارات عديدة مطالبة بالحرية والكرامة، وسرعان ما انتشر الحراك ليشمل الجغرافيا السورية بأكملها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر. لكن الرد من قبل الحكومة السورية على هذا الحراك كان قاسيا، وكانت حجة دمشق ومبررها كما تقول إنه كان هناك فصائل مسلحة تقوم باستهداف قوات الأمن، على عكس ما تؤكده ما تسمى بالمعارضة السورية، وإن هذا الأمر كان متوقعا من نظام الاستبداد، وإن ذلك كان الرد المتوقع لمواجهة الحراك الشعبي السلمي بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي على حد وصفها. ومع تطور المشهد بشكل دراماتيكي، دخلت قوى عديدة على خط الملف السوري لتزيد من معاناة السوريين، منها إقليمية وأخرى دولية. ولم تكترث هذه الدول المتدخلة لمصير الشعب السوري، بل جندت شريحة من الشعب لخدمة وتنفيذ أجنداتها. ورويدا رويدا تعقد المشهد بشكل كبير لتفرز على الأرض واقعا يشبه إلى حد كبير تقسيما ينطلق من مسمى النفوذ. وانحصر المشهد في 3 كتل سياسية: الحكومة السورية والمعارضة المرتهنة لتركيا والإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا. واقع جاء بعد تدخل الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، وزاد التدخل الأجنبي من مرارة الأزمة تحت يافطة المساهمة في حلها، فأضحت سوريا اسما مرادفا للخوف والرعب، وكان الخاسر الأكبر من هذا المسار الدامي هو الشعب السوري، إذ تبين تقديرات أن حوالي 500,000 شخص قتلوا منذ بدء الحرب، أما أعداد الجرحى والمصابين فأكثر من ذلك بكثير، فضلا عن نزوح حوالي 5 ملايين خارج سوريا وفق أرقام الأمم المتحدة، زيادة على مئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرا. ضمن قائمة الخاسرين كذلك هناك ما تعرف بالمعارضة السورية المصنفة معتدلة بين قوسين، التي لم تنجح في الضغط على الحكومة السورية لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد فقط، بل فشلت كذلك في توحيد صفوفها، مما جعلها تتحول إلى معارضات متعددة، خاصة مع انتساب جماعات مسلحة إليها غالبيتها ترتبط بمرجعيات دينية، ومنها من هو مصنف في قوائم للإرهاب. أما اليوم وبالنظر إلى واقع الميدان، يبدو أن الحكومة في أفضل حالاتها منذ بداية الأزمة، فقد استفاد من الدعم الروسي الإيراني الكبير لأجل استعادة الكثير من المناطق. أما بالنسبة للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية التي كانت شريكا للتحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، واستمرت بتحرير الأراضي وخلق مؤسسات لتوفير الأمن والأمان ومتطلبات الحياة لأكثر من 6 ملايين مواطن سوري يقطن في شمال وشرق سوريا، ليبقى السؤال: الحكومة أم المعارضة أم الإدارة الذاتية؟ من هو المنقذ ولماذا؟ يا طيبة مشاهدينا الكرام، أينما كنتم من منبر الطاولة المستديرة مني أنا وعد محمد، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي حلقة الليلة. معي من لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع، محلل سياسي، ومن دمشق الأستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولا، ومن بروكسل الأستاذ حسين عمر كاتب وباحث سياسي. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. أستاذ حمد، لو أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك، الآن 10 سنوات عجاف على عمر الأزمة السورية، هل تحقق شيء من ما كان يأمل من خلاله الشعب السوري أو حتى بين قوسين المعارضة؟ تفضل المنبر لك. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهديك. حقيقة ما يجري في سوريا هو لم يكن يعني نتاج تحرك الشعب السوري في 2011، فقد تحرك السوري في 2011 بثورة سلمية واضحة المعالم نادت بدولة مدنية، ولكن يعني نظرا لظروف متعددة تقاطعت أهدافها ومصالحها، يعني وهذه الظروف التي تقف وراها أطراف محلية ودولية،
حيث أن النظام بتركيبته الشرقية، يعني عادة في المفهوم والأدبيات الشرقية للأنظمة تعتبر الحكم هو غنيمة، وبالتالي لا يمكن لها أن تتنازل للجماهير حتى في أدنى المطالب. كذلك تقاطعت هذه المصلحة للنظام مع مصالح مع إقليمية ودولية أرادت من تحويل الثورة إلى ما يسمى بين الشعب السوري، وهو بالحقيقة غير ذات، ولكن كان هذا الأفراد لتحويلها إلى أزمة هو خدمة لمشروع قديم حقيقة، وهو المشروع الصهيوني. إسرائيل كيان دخيل على هذه المنطقة، فوجد فرصة لكل الحراكات التي تجري في الدول العربية المحيطة، فرصة ذهبية لتفتيت هذا المجتمع وتفتيته من أجل يعني إظهار دولة إسرائيل العليا في المنطقة والمهيمنة على كل شيء، وتناغمت مع إيران بهذا الاتجاه. فكان الدور الإيراني الدور الفاعل الأبرز في هذه العملية، حيث يعني تدخل في سوريا وفي مناطق أخرى في المنطقة تحت شعار تصدير الثورة، أي تشييع المنطقة ونشر المذهب الصفوي الشيعي. هذا ما يجري تماما في سوريا. أستاذ سلمان شبيب، سوريا بعد 10 سنوات عجاف، المسؤولية تقع على كاهل من فيما وصلت إليه البلاد وحتى العباد؟ مساء الخير عزيز، مساء الخير لكل مشاهدي قناة اليوم وبرنامج الطاولة المستديرة، مساء الخير للضيوف. يا أهلا وسهلا. نتمنى أن يحمل هذا المساء الخير أو بعض الخير للسوريين أينما كانوا. أستاذ وعد، وضعت يدك على الجرح تماما. هذا عنوان هذه الحلقة، هو هاجسنا جميعا، هاجس أعتقد كل السوريين الحريصين على أن تبقى سوريا. سوريا الآن لا تعاني من أزمة وطنية، تعاني من كارثة وطنية بكل المقاييس، بكل المقاييس، إنسانيا، اقتصاديا، أمنيا، عسكريا. سوريا تواجه أعتقد لأول مرة في تاريخها منذ تأسست الدولة السورية حتى الآن تواجه تهديد وجودي، وتواجه خطر أن تبقى سوريا أو لا تبقى. مع الأسف كلنا نتحمل مسؤولية هذا الوضع الكارثي الذي وصلت إليه سوريا. الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر، والمعارضة تتحمل، وأنا أتحمل، وحضرتك تتحمل، والجميع والمواطن العادي يتحمل، كلنا نتحمل مسؤولية، وكلنا لم نساهم فعلا ولم نتحرك فعلا لإنقاذ سوريا. الآن أمامنا هذا التحدي. مع الأسف نحن الاستعمار ورثنا وطن، أعطانا وطن، مع الأسف الاستعمار الذي أعطانا هذا الوطن، سايكس بيكو حددت لنا حدود هذا الوطن وأعطتنا هذا الوطن، نحن نوشك أن نفرط حتى بما أعطانا إياه الاستعمار. لم نحاول تحسين ما أعطانا إياه، لكن نوشك أن نفرط حتى فيما أعطانا إياه الاستعمار. نوشك أن نفرط بهذا الوطن الذي اسمه سوريا، وكلنا نتحمل مسؤولية ذلك. الرهان الآن على من يقع الرهان لإنقاذ ذلك؟ الجميع يجب أن يساهم في إنقاذ ذلك. إذا لم نتخلى كلنا، سواء الدولة أو الحكومة أو المعارضة أو مجلس سوريا الديمقراطي والإدارة، إذا لم نتخلى كلنا عن حساباتنا الضيقة ونتمسك بحسابات وطنية، ننطلق كما تفضلت في مقدمة البرنامج من حسابات وطنية، نضع إطار وطني، أن نتحاور مخلصين مع بعضنا. كل يوم يمر نفقد نحن كسوريين بغض النظر عن 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 تقسيماتنا الإيديولوجية ومكوناتنا القومية والدينية والطائفية، كل يوم يمر نفقد جزء من دورنا في رسم مستقبلنا. نعم. لحساب قوى إقليمية ودولية، كل من تدخل من الإقليم، ليس إيران فقط وليس السعودية وليس قطر وليس أمريكا وليس كل من تدخل من الدول من الإقليم أو من العالم من الدول في المسألة السورية، تدخل لحساباته، تدخل لمصالحه، ليحافظ على مصالحه. أستاذ سلمان، سنتحدث
كما يقال رويدا رويدا حتى ندخل في عمق هذا الموضوع، ولكن حتى لا أطيل على ضيفي من بروكسل أستاذ حسين عمر. أستاذ حسين عمر، في نفس الجزئية وفي نفس المسار، بداية سؤالي لك بنفس الطريقة التي طرحتها على ضيفي الكرام، من يتحمل الجزء الأكبر من ما وصلت إليه سوريا في ظل هذه التدخلات والاحتلالات؟ أستاذ حسين عمر. مساء الخير لك ولضيوفك. أنا ما راح أدخل بمسائل تاريخية، ولا اللي بيتحمل الذنب الأكبر أو اللي أوصل سوريا إلى هذه المرحلة هو النظام بطبيعة الحال. النظام يتحمل الوزر الأكبر والوزر الأول لما وصلت إليه حال سوريا ولما آل إليه حال الشعب السوري من تفتيت وتقسيم وتخندق و طائفية وشكل من أشكال العنصرية الموجودة ضمن هذه الطائفة أو الأخرى، وكذلك ما آل إليه الوضع الوطن السوري ككل. طبعا المعارضة المرتهنة للخارج، المعارضة التي سلمت مفاتيحها إلى أو سلمت نفسها إلى تركيا وقطر، تتحمل بالدرجة الثانية هذه المسؤولية، لأنها شاركت هذا النظام بأساليبها وبتنفيذ مصالح الدول الأقليمية التي ذكرناها وبالعمل لأجل، بدلا من أن يعملوا لأجل صالح الشعب السوري بدأوا يعملوا، تحولوا إلى أن يعملوا لصالح مصالح الدول المذكورة وتركيا تحديدا بالدرجة الأولى. لهذا هذين الصنفين من الموجودين بسوريا، النظام والمعارضة الأخوانية أو الائتلاف ما يسمى الائتلاف المرتهن للأجندات التركية، هما المسؤولان الرئيسيان لما آل إليه أو لما آلت إليه سوريا التي فقدت أغلبية أو أغلبية ما كانت تملكه سوريا. سوريا الآن فيها لا أحد يحب الآخر بشكل عام، المكونات أصبحت تعادي بعضها البعض، حتى العائلة الواحدة أصبحت مشتتة مفرقة تعادي بعضها البعض. لذلك نحن علينا التركيز على مستقبل هذا الوطن لا إلى ماضي باعتقادي، والوقوف على كيفية إيقاف هذين الصنفين، النظام والمعارضة المرتهنة لتركيا والخارج. كيف يمكننا أن نوقف هؤلاء بتدمير أكثر، أن يقوموا بتدمير أكثر لسوريا وللشعب السوري وقتل الشعب السوري أكثر وأكثر؟ هذا ما هو مطلوب منا بعتقد في هذه الفترة. نعم. أستاذ حمد، ما هو مشروع المعارضة؟ كونك حضرتك يعني بتأخذ نفس المعارضة وتطالب وتوجه دائما الاتهامات والأسهم إلى الحكومة السورية، تفضل المنبر لك. يعني بداية أحب أوضح لك وللجميع، يعني أنا حقيقة أخذ نفس ثورة الشعب السوري التي انطلقت في 2011، وعلى الرغم من أن كنت يعني معارضا مستقلا لهذا النظام منذ ما قبل الثورة بسنين حقيقة، ولا يعنيني المنهج والأجندات التي تحملها المعارضة التي تم تصنيعها من قبل أطراف دولية وتقديمها على أنها قائد للثورة والمعارضة السورية. الحقيقة الشعب السوري ولا ثورته لم يكن لهم دور بإنتاج هذه المعارضة. طيب أعطيني تقييمك يا أستاذ حمد، يعني أنا عنوان الحلقة هو يعني الحل أين يكمن في ظل ثلاث كتل وثلاث خلينا نسميها مشاريع في الأزمة السورية. أريد منك تقييم لما قامت به المعارضة منذ بداية الحراك ومن ثم ارتهانها للخارج كما تفضل ضيفاي الكرام، ومسألة عدم وجود مرجعية واحدة موحدة لكل هذه الفصائل التي نادت بأنها معارضة. يعني إذا أريد أقيم عمل المعارضة حقيقة هو لا يختلف عن أي يعني جناح من أجنحة المعارضات الأخرى، فقد بدأت هذه المعارضة التي قدمت باسم الثورة واسم المعارضة السورية كممثل رسمي لثورة الشعب السوري، بالعكس تماما، هي أفرغت الثورة السلمية من مضمونها وانخرطت في أجندات دولية استجابت لرغبة بشار الأسد في عسكرة الثورة.
فكان لهذه المعارضة أيضا دور في عملية الانخراط في عسكرة الثورة. انخرطت أصلا أيضا في مسار سياسي آخر بعيد عن أهداف الثورة. الثورة قامت من أجل التغيير الجذري حقيقة في سوريا، ثم قامت هذه المعارضة بالانخراط في مسارات تفاوضية يشرف عليها أطراف متناغمة تماما مع النظام في سوريا حقيقة، وأرادت إنتاج وتعويمها من خلال هذه المفاوضات. إذن هذه المعارضة هي شريك أساسي في عملية الاستعصاء التي تشهدها الحالة السورية منذ 10 سنين إلى الآن. أستاذ سلمان شبيب، منذ بداية الحراك ولغاية هذه اللحظة، ما هو مشروع الحكومة؟ هل تبلور شيء ما في، دعنا نقول، أروقة الحكم في سوريا من قبل الحكومة في مسألة التعاطي وكيفية إخراج البلاد، وفي ظل العقدة الكبيرة في مسألة عدم القدرة لخلق حالة وأجواء تفاؤلية تجمع كل الأطراف السورية لإخراج سوريا من آتون الحرب الدائرة فيها؟ مع الأسف نظرية الحكومة لا تزال هي نفسها، نهج الحكومة لا زال هو نفسه. تعتبر الحكومة أن كل ما جرى هو مؤامرة، وأنه يجب الانتصار على هذه المؤامرة والعودة إلى الآليات الحكم نفسها ما قبل 2011. وهذا النهج ليس خطأ بتصوري، وإنما هو خطير على مستقبل سوريا، لأن هذا النهج وهذه النظرية غير صحيحة. هناك طبعا دول استغلت الأحداث في سوريا، قد يكون هناك بعض الدول تآمرت على سوريا وهذا أصبح معروف، لكن بالأساس نحن لدينا مشاكل. نعم أستاذ سلمان، يبدو أني فقط الاتصال مع الأستاذ سلمان شبيب. أستاذ حسين عمر، في نفس الجزئية، برأيكم ما هو مشروع الإدارة الذاتية، وهل من الممكن في مكان أن يكون حلا عادلا لإخراج سوريا من أزمتها أم ماذا؟ يعني الحقيقة يبدو بأنه عاد الأستاذ سلمان. بعد إذنك أستاذ حسين، خلينا نعطي المنبر لأستاذ سلمان. تفضل أستاذ سلمان. لم يتغير نهج الحكومي، نهج السلطة السياسية القائمة حتى الآن، تحاول تضيع الوقت، لم تدخل في حوار جدي مع أي طرف مع الأسف. تذهب إلى جنيف، تذهب إلى اللجنة الدستورية، ولتضيع الوقت مع الأسف تتحمل السلطة السياسية القائمة المسؤولية الأكبر عن الحالة التي وصلت إليها سوريا، لكن كل الأطراف أيضا تتحمل المسؤولية. ليس هناك وعي عند كل الأطراف مع الأسف. أنا أراهن فقط ليس هناك وعي على خطورة الوضع الذي نعيشه. يعني نختلف الآن، نتمسك كل طرف يريد أن يستغل هذه الكارثة لتحقيق أكبر ما يمكن من مطالبه أو من رؤيته هو، ومع الأسف هذا سيذهب بالبلاد. إذا بقيت مسار الأمور ومسار التفكير على ما هو عليه، سنصل إلى مرحلة لن نجد ما نختلف عليه، لأنه لن يكون هناك سوريا مع الأسف. الحكومة تتحمل مسؤولية، المعارضة تتحمل مسؤولية، أيضا مجلس سوريا الديمقراطية. هناك رهان، نحن نراهن على المحاولات الحوارية التي تجري برعاية مجلس سوريا الديمقراطية، أو يحاول مجلس سوريا الديمقراطية إجراءها. نراهن على هذا. يعني أنا أتكلم بصراحة ولا أجامل أحد، ليس لدينا الآن في هذا الأفق المغلق أي ضوء إلا هذه المحاولات الحوارية التي يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية. نتمنى له النجاح، لكن حتى ما يقوم به يبدو أنه لا يستكمل ليصبح مشروع وطني. كان هناك الاتفاق الذي جرى بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية دكتور قدري جميل في موسكو، وقيمنا إيجابيا ما جرى، وقيمنا البيان الذي صدر إيجابيا، وكنا نأمل أن يتحول هذا اللقاء إلى حالة وطنية، لكن مع الأسف أعتقد أنه تم توقيع البيان وعاد كل طرف إلى التمترس. طيب، ولم يتحول مع الأسف هذا خلينا بلكي نلاقي الجواب عند الأستاذ حسين عمر. أستاذ حسين عمر، سمعت يعني الأستاذ سلمان شبيب يراهن ووصف مجلس سوريا الديمقراطية بأنه بارقة أمل في المقتل السوري. المنبر لك. خليني أسألك أيضا بدوري مسألة ما هو مشروع الإدارة الذاتية، حتى تكون الصورة واضحة. دائما تتهم بأن لديها أجندات انفصالية. المنبر لك.
حقيقة المشروع الوحيد في سوريا، المشروع الوحدوي السوري الوحيد، ليس هذا قول وإنما فعلا ما تقوم به الإدارة الذاتية، أو لنقل الإطار السياسي الذي يمثل هذه الإدارة مجلس سوريا الديمقراطية، هو المشروع الوحدوي السوري الوحيد حاليا على الساحة السورية، لأن كامل أهداف وما تعمل من أجله وما يعمل من أجله هذا المجلس وقوات سوريا الديمقراطية وحتى الإدارة الذاتية هو لتوحيد سوريا ولتحقيق ما قامت به أو ما قامت به جماهير سوريا من أجل الحرية والكرامة. بقية الطرفين الآخرين لهما أجندات مختلفة، إنهما كل طرف يتمرس حول مطالبه ويدعو بأنه يمثل الكل وأنه يشكل الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. النظام يفعل ذلك والمعارضة المرتهنة لتركيا الائتلاف السوري الإرهابي أيضا يقول ذلك. ما عدا ذلك مجلس سوريا الديمقراطية حاليا يحاول وبشتى السبل وفي مع كل الأطراف أن يقوم، حتى مع الأطراف التي تسميها إرهابية تقوم بالتواصل معها لكي تشكل جبهة وطنية سورية عريضة. هذه الجبهة تكون ممثلة على الأقل أغلبية شرائح الشعب السوري ومكوناته لكي يتم بناء إطار سياسي. هذا الإطار يستند إلى مقررات شرعية دولية وخاصة القرار 2245 الذي هو برأي أغلبية الديمقراطيين والوطنيين السوريين هو القرار الوحيد الذي يمكن بناء سوريا حديثة على أساسه. لا السوتشي ولا لجنة دستورية الناقصة بإمكانهما أن يكونان حلا في المرحلة. صحيح أنهما خطوات في سبيل تقارب النظام مع المعارضة المرتهنة للخارج، لكن المعارضة الحقيقية المعارضة الداخل، هناك كثير من الأطراف وشخصيات المعارضة داخل سوريا نفسها في دمشق وحمص واللاذقية وحلب، شخصيات وطنية، أطر وطنية، تنظيمات وطنية، منظمات وطنية، هؤلاء أعتقد مكانهم الأساسي هو الوقوف مع مجلس سوريا الديمقراطية، هذا المجلس الذي منذ بداية تشكيله ومنذ عمله وحتى هذه اللحظة وضع نصب عينيه أن تكون سوريا لجميع السوريين، أن تكون سوريا لا مركزية، يكون للمكونات كل المكونات الموجودة على الأرض السورية حرية الاختيار، حرية حرية المواطنة الحقيقية، أن يكون مواطنين حقيقيين داخل إطار سوريا الجديدة. بالنسبة للمفاوضات أو التعامل، هناك مشاريع كثيرة أمام مجلس سوريا الديمقراطية حسب اطلاعي على الموضوع. هناك مفاوضات مع هيئة التنسيق لتوقيع اتفاق جديد معهم على أسس جديدة، أيضا ما زال الاتفاق مع حزب الإرادة الشعبية ومنصة موسكو ساريا ويتقدم، وكذلك هناك بعض الأطر الأخرى التي ستنضم إلى مجلس سوريا الديمقراطية أو تتعاون مع مجلس سوريا الديمقراطية من أجل مستقبل سوريا أفضل. هكذا تعمل أو هكذا يعمل هذا المجلس، والمؤتمرات التي انعقدت خير دليل كما قال الضيف. وهناك أيضا تحضير للمؤتمر لكافة القوى الديمقراطية والشخصيات الوطنية السورية التي تجهز له حاليا أو يجهز له المجلس لينعقد هذا المؤتمر ويكون إطارا واسعا لكل الوطنيين الديمقراطيين السوريين كي يمثلوا حقيقة الشعب السوري في المفاوضات القادمة، لأن المفاوضات الجارية هي غير نافعة. هناك الآن حالة من، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، يعملون على أن لا تنجح المساعي التي تريد الآن التصالح بين الإخوان المسلمين والنظام السوري لكي يشكل حكومة
يعني حكومة تزاوج بين الفكر الديني والفكر القوموي، وهذه الحكومة ستكون وبالا كما هي الحكومات التي على غرار حزب العدالة والتنمية. أستاذ حسين، نعم، على غرار حزب العدالة والتنمية لتكون وبالا على الشعب السوري. لذلك البارقة كما قال طيب حقيقة هو مجلس سوريا الديمقراطية، و تجربة الإدارة الذاتية أثبتت مناطق الإدارة الذاتية بدنا نحكي أستاذ حسين تنعم بالتنوع جميل. والحرية والمشاركة بين كافة طيب. المكونات. طيب هاي النقطة على وجه الخصوص منخليها للدور الجاي مثل ما بيقولوا. أستاذ حمد، كان وانت كنت عم تحكي ارتسم على محياه ابتسامة كبيرة، لا أعلم إن كان يتفق معك أو يخالفك. خليني أسألك إذن أستاذ حمد، ما هو تقييمك لمشروع الإدارة الذاتية في سوريا، وكيف تنظر حضرتك لهذه التجربة؟ يعني أنا بالتأكيد أختلف مع الأستاذ حسين، ولكن اللي خلاني أفهم هو حقيقة أنه هذا يا أخي الأستاذ حسين حول البرنامج من طاولة مستديرة إلى شبه منحرف حقيقة. يعني عموما يعني مشروع الإدارة الذاتية لنكون صادقين هو لا يختلف دوره، لا يختلف دور أي طرف آخر من الأطراف. أستاذ حمد، أستاذ حمد، نعلم الإدارة الذاتية هي كانت نتاج أساسي لتعاون بين حزب العمال الكردستاني مع نظام بشار الأسد، أفضى إلى إنتاج قوات الحماية الشعبية. هذه القوات التي تطورت لاحقا لتحظى بدعما أمريكيا وتشكل ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية. فإذا نظرنا إلى السياسة العامة التي يقود بها مجلس الإدارة الذاتية المنطقة، هذه السياسة لا تختلف حقيقة عن دور نظام الأسد. فهنالك العنصر المتحكم في هذه الإدارة سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهو جناح حزب البيدة الذي يعتبر الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني. وباقي المكونات هم إما أنها خزانا بشريا لرفض هذه القوات، كما فعل حافظ أسد تماما في سوريا عندما جعل من الجيش العربي السوري جيشا علويا طائفيا بامتياز، وباقي المكونات من الشعب السوري عبارة عن خزان بشري ووقود لمعارك هذا الجيش ضد الشعب، وليتها كانت معارك ضد العدوان الخارجي حقيقة. هذا هو إلى الآن مشروع الإدارة الذاتية، هذا هو بدليل أن حتى الشركاء الأكراد من المنطقة لا زالوا في حالة إقصاء رغم هذه المفاوضات التي جرت مؤخرا ومحاولات التنسيق التي جرت مؤخرا، ولا زال هناك تفرد لحزب العمال الكردستاني بواسطة ذراعه بيدة في إدارة هذه المنطقة. هذه رؤيتي للموضوع. أستاذ سلمان، هو دورك حقيقة، بس لو تسمح لي أعطي حرية التعقيب للأستاذ حسين عمر ومن ثم أعود إليك. تفضل أستاذ حسين. يعني الحقيقة هذه الاسطوانة سمعناها منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة، لكن الوقائع أثبتت عكس ما يعتقد أو ما يستند إليه ضيفك الكريم. حزب العمال الكردستاني ساعد في تشكيل وحدات حماية الشعب حقيقة، ولكن ليس حزب العمال الكردستاني وإنما العناصر السورية التي انضمت إلى حزب العمال الكردستاني. هذه العناصر لهم الحق كالأستاذ نفسه وكأي مواطن سوري بعد أن اندلعت الثورة في سوريا، لهم الحق وتركوا حزب العمال الكردستاني وأتوا لينضموا إلى ثورتهم ليدافعوا عن شعبهم، ليدافعوا عن مناطقهم. لكن يبدو أن الكثيرين قد وضعوا في آذانهم أو قطن وأغلقوا عيونهم على بعض الحقائق. هناك الكثير من الناس يعيشون في تلك المنطقة. لماذا لا نسأل هؤلاء الناس؟ لماذا لا نسأل أهل الرقة الذين كانوا يأنون تحت حراب داعش والآن ينعمون بالحرية؟ لماذا لا نسأل أهل منبج الذين يرفضون ليل نهار يرفضون التدخل التركي، وحتى يرفضون النظام ويرفضون أي جهة أخرى ويدعمون هذه القوة التي حررتهم والتي
غيرت حياتهم خلال السنوات القليلة الماضية ليكونوا هم سيد أنفسهم، يديرون مناطقهم ويقومون بما تملي عليهم مصالح الشعب والقوى الموجودة فيه. التحجج بحزب العمال الكردستاني هذه حجة قديمة، حتى الأمريكيين بدأوا يضحكون من هذه الحجة عندما يسمعون. المسألة الأخرى، ليس هناك تغييب لأي مكون، المكونات الرئيسية كلها موجودة داخل أطر الإدارة الذاتية. رئيس أو الشخصيات الرئيسية في الإدارة الذاتية هي شخصيات من جميع المكونات، وخاصة العربية والكردية، لأنهم هم مكونون المكونان الرئيسيان أو الأغلبية في المنطقة. لهذا القول بأن بيدي يتحكم، هذا القول ليس بجدي. البيدي يمكن أن يتحكم في مناطق مثل المناطق ذات الأغلبية الكردية، ولكن في الرقة كيف سيحكم بيدي؟ أو في المنبج، أو في الطبقة، أو في حتى دير الزور، هناك مجالس مدنية من المكونات نفسها، من أهالي دير الزور يديرون أنفسهم، وهناك مجالس من أهالي منبج وطبقة ورقة وبقية المناطق حتى يديرون أنفسهم. طيب، هذه الاسطوانة أعتقد على الضيف الكريم أن يبتعد عنها. هذه اسطوانة النظام واسطوانة تركيا شرخت، لم يعد لها وجود. حتى أنا هنا موجود وأرى الكثير من الشخصيات الأوروبية لم يعد يهتموا بهذه المسألة، حتى لا يسألون بهذه المواضيع. طيب، بعد الآن، لأن حزب العمال الكردستاني ساعد أبناء المنطقة ليس فقط لأجل أن تكون هذه المنطقة بمنأى عن الإرهاب، بمنأى عن الاحتلال التركي والاحتلالات الأخرى. انتهى دور هذا الحزب وانسحب كليا. بقي العناصر التي كانت قديما مع هذا الحزب، لكن هم مواطنون سوريون، لهم الحق أن يبقوا ضمن وطنهم. هذا حتى حزب العمال الكردستاني كان من أكثر الأحزاب التي يدعم حتى هذه اللحظة وحدة الأراضي السورية والحل السلمي في سوريا على أسس تحقق للشعب السوري يعني أهدافه في الحرية والكرامة. أستاذ سلمان شبيب، هل نستطيع القول بأن مسار المعارضة، ما يعرف بالمعارضة السورية، بات نحو مآل التهميش، وفي نهاية المطاف سيبقى مشروعان، دعنا نقول مشروع الحكومة السورية ومشروع مجلس سوريا الديمقراطية؟ أنا بدي أضيف مشروع آخر. تفضل. وهو أستاذ سلمان ما زلت معنا أم؟ طيب، يبدو أني فقدت الاتصال، على أمل أن نعاود الاتصال بالأستاذ سلمان. أستاذ حمد، يعني مسألة أوجه دفة سؤال بداية لحضرتك، مسألة المعارضة السورية هل مصيرها الزوال ومآلها بأنها لم تعد موجودة بعد أن ارتهنت إلى الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا؟ أستاذ حمد، يعني لنكون صادقين، هذه المعارضة تتصدر الواجهة الآن. حقيقة هي معارضة أنتجت وصنعت لتقطيع مرحلة معينة من هذه الحالة. حقيقة اليوم هذه المعارضة إذا نجح المجتمع الدولي بضغط روسي حقيقة إعادة تعويم نظام بشار الأسد، فسيكون مصير هذه الذوبان في يعني منظومة نظام أسد حقيقة، لأنها كانت طيلة هذه المدة متناغمة مع هذا. طب مين المعارضة اللي بتشوفها حضرتك أنه هي معارضة وطنية وممكن يكون لها مشروع؟ هناك من يشبه الائتلاف أيضا بأنها جثة هامدة تنتظر فقط نعوة التعليق حتى يعلن بأنها ماتت وانتهى هذا الجسم. عفوا أستاذ، السؤال إلي ولا غيري؟ لك السؤال، لك أستاذ حمد، لك السؤال. يعني الائتلاف بالتأكيد هو عبارة عن جثة هامدة. لنكون واقعيين، الائتلاف تم تشكيله بتوافق بين أطراف دولية وإقليمية، وبالتالي هو لا يستطيع التحرك في أي ملف من الملفات،
إلا بتوجيه من هذه الأطراف. لذلك هو يعتبر جثة حقيقة تحركها وتنعشها الأطراف التي ترعاه متى ما أرادت. ويبدو لنا من خلال مسار حراك هذا الائتلاف أن هذه الجثة صنعت أصلاً لخدمة هذا النظام ولخدمة توجهاته ولتحقيق نبوءة وليد المعلم التي قال فيها سنغرقهم في التفاصيل. ففعلا هذه الجثة المسمى الائتلاف ساهمت مساهمة كبيرة في هذا المنزلق الخطير نحو إدخال الثورة السورية في تفاصيل وتشعبات جعلت منها يعني مسرحا عالميا لتصفية حسابات دولية وعالمية على الأرض السورية. أستاذ سلمان بات معنا مجددا، المباراة لك أستاذ سلمان، تفضل. أنا كنت أقول بأن هناك تيار بدأ يتبلور خارج ثنائية المعارضة والسلطة القائمة. هذا التيار تيار وطني من جميع المكونات من جميع المحافظات، بدأ يرفع صوته، نلمس ذلك على وسائل التواصل، يطالب بالحل السياسي، يطالب بإجراء حوار وطني، يطالب بمصالحة وطنية، يطالب بحل سياسي وليس بتسوية، مجرد تسوية سياسية، لأننا إذا دخلنا في تسوية سياسية تراعي مصالح الدول المتدخلة في الشأن السوري قد نعود بعد عدد سنوات إلى كارثة جديدة. ما هو مطلوب هو تسوية، هو حل سياسي ينسجم مع مصالح السوريين، وهذا يتطلب حوار جدي من جميع المكونات. وأنا هنا لا أبرئ أحد، لا أبرئ لا مجلس سوريا الديمقراطية ولا أبرئ الحكومي ولا أبرئ المعارضة بكل مكوناتها، الكل لم يدخل حتى الآن بحوار جدي بحوار مخلص. الكل يتحمل مسؤولية عدم وجود حوار حتى الآن بين السوريين. مع الأسف كل ما يجري، أنا أشرت وأشدت بالمحاولات وقلت بأن مجلس ما يقوم به مجلس سوريا الديمقراطي يشكل بارقة الأمل، لكن أتمنى أن هذه البارقة أن تتعمق أكثر وأن تتحرر، يتحرر مجلس سوريا الديمقراطي بشكل نهائي من بعض الضغوط التي يتعرض لها، وأن يدخل بمشروع وطني، مشروع وطني سوري حقيقي نتلمس بوادره الحقيقة عندما بكل ما يقوم به مجلس سوريا الديمقراطي. لكن نتمنى أن يتبلور هذا المشروع وأن يتلاقى هذا المشروع مع تيار شعبي في الداخل السوري بدأ يرفع صوته. شو اسمه هذا التيار أستاذ سلمان؟ ما اسم هذا التيار؟ هذا التيار ليس له اسم، لكن هذا التيار يتألف من السوريين جميعا، مهندسين، أطباء، مثقفين، وطنيين، قوى مجتمعية ترفع الصوت، بدأت ترفع الصوت وتطالب بحل سياسي و تراقب ما يجري، وأتوقع أن يكون لها دور في المستقبل القريب جدا، أن يكون لها دور في الضغط على سواء النظام أو هذه المعارضة للانخراط فعلا في حل سياسي. لا نستطيع أن نتصور الآن، لنكون صريحين وواقعيين، النظام موجود وله بيئته وله قوته وهو موجود على الأرض ويمسك بسوريا. لا نستطيع أن نقول بأن هذا النظام يجب أن يرحل كله الآن. نحن نطالب بتغيير جذري وشامل، لكن تغيير من خلال الحوار، من خلال الوسائل السلمية. نطالب هذا النظام بدخول بحوار جدي لإجراء مصالحة وطنية شاملة مع كل أطياف السورية، وأن يكون هناك تغيير، وأن يكون هناك حل سياسي، وأن يكون هناك مشروع وطني سوري. نطالب بمشروع وطني سوري ينخرط فيه الجميع بغير إقصاء لأحد. طب مين اللي عم يعقد الوطني. مين اللي عم يعقد هاي النقطة؟ مين اللي عم يعقد هذه المسألة؟ الجميع يتهرب، الجميع يتهرب من الدخول في الحوار حتى الآن. الحكومة تتهرب لأنها تعتبر أنها تمسك بالسلطة وأنها يجب أن لا تشارك أحد. المعارضات، ليس هناك معارضة الحقيقة، هناك معارضات في سوريا، الائتلاف جزء منها، الإخوان المسلمين جزء، بقية الأحزاب جزء، كل هذه المعارضات تتهرب أيضا لأنها ليست واثقة. المعارضات قالتها صراحة أستاذ سلمان، قالت بأنها ضد مفهوم العدالة التصالحية التي ذكر هذا المصطلح، جير بيدرسون ذكر هذا المصطلح منذ أيام، كان جواب المعارضة سريع جدا. ليس هنا ليست المشكلة بالعدالة التصالحية وليست المشكلة بالعدالة
التوافقية ولا العلاقة الانتقالية. الخطر أكبر من ذلك، أكبر من العدالة. الآن الخطر سوريا مهددة بالزوال، سوريا مهددة بالتقسيم، وليس تقسيم سوريا تشظي، وليس تقسيم تشظي سوريا ليس من مصلحة أحد. لا أحد يراهن على أنه يمكن أن يستفيد من تقسيم سوريا أو من إبقاء الوضع على ما هو عليه من هذا الاستنزاف المميت القاتل الذي بالتأكيد سيؤدي إلى انفجار. طيب، يؤدي إلى تشظي سوريا. يعني كلامك يفتح باب سؤال أستاذ سلمان، خليني أسأل الأستاذ حسين، يعني نقاط مهمة جدا. أستاذ حسين، ما هي خيارات وأوراق الإدارة الذاتية في معالجة تشظي الهوية السورية الواحدة الموحدة الجامعة لكل السوريين؟ يعني الحقيقة لا أتفق مع الأستاذ محمد فيما أستاذ سلمان فيما ذكره بخصوص الكل يتحمل المسؤولية، لأنه هو يعرف والكل يعرف والنظام يعرف وحتى الائتلاف. هناك فيتو من قبل تركيا على مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية للدخول في أي مفاوضات جارية بالخارج بين أطراف مختلفة، إن كان النظام والائتلاف أو المعارضات بالخارج. هناك فيتو علني وفيتو قطعي ضد مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. وبالتالي فإن هذا يبين بأن هذه يعني وضع الذنب على الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية أيضا ليس بمحله. وكذلك النظام منذ عام 2015 وحتى الآن يطالب مجلس سوريا الديمقراطية التفاوض مع النظام، الحوار مع النظام لتحقيق بعض الانفراج، بالرغم من أن مجلس سوريا الديمقراطية لا يطالب إسقاط النظام ككل، يطالب كما طرح الأستاذ سلمان يطالب بتغيير وتغيير بنية النظام، يطالب بالخطوات السلمية لكي تتجه سوريا بوجود حتى بعض أطراف هذا النظام بوجودهم نحو سوريا المستقبل، سوريا تعددية، سوريا يعني سوريا لجميع السوريين. الإدارة الذاتية عملت منذ بداية تشكيلها وحتى هذه اللحظة، ولم تطلق الإدارة الذاتية يوما من الأيام مشاريع خارج إطار حدود دولة سوريا. لهذا في الفترة الأخيرة وخاصة منذ سنة وحتى هذه اللحظة، أغلبية المعارضين الذين تركوا الشخصيات الوطنية كانت أو الديمقراطية أو الذين حتى تركوا أطر الائتلاف وأطر المعارضة التي يسمونها الشرعية من قبل بعض الجهات الأقليمية تركوها، الآن يحاولون التواصل مع مجلس سوريا الديمقراطية. هناك تواصل يومي وأنا على دراية بهذا الأمر لأنني جزء من الكثير من هذه التواصلات. هناك تواصل لتشكيل كما ذكرنا إطار سوري شامل كما يرغب الأستاذ سلمان، إن هذا الإطار سيكون له ثقله داخل سوريا نفسها داخل مناطق النظام، لأن مجلس سوريا الديمقراطية يدرك والإدارة الذاتية تدرك بأن الإدارة الذاتية وضمن حدودها المرسومة غصبا، يعني ليست هي التي رسمت هذه الحدود وإنما تم ترسيم هذه الحدود ضمن إطار الحرب الدائرة في سوريا ضمن المقتل السوري. لذلك تحاول أن تخرج من هذا الإطار. الإدارة الذاتية تعمل من أجل الوصول إلى كافة الأراضي السورية، لكن ليس بمحاولات فرض أو بمحاولات عنف كما تفعل أطراف أخرى إن كان النظام أو المعارضة المرتهنة لتركيا، وإنما بشكل بمفاوضات وحوارات سلمية من أجل الحل السلمي الذي يعني سيوصل سوريا ليس بالمصالحة ولا بالشكل الذي يطالب به بيدرسون أو حتى النظام، وإنما بما يحقق لكافة المكونات السورية وطوائفها. وبرنامج مجلس سوريا الديمقراطية بهذا المجال واضح وعلني وصريح، ولا يخفون على أحد أنهم يعملون من أجل كل سوريا، أنهم يرغبون كما جاء في الوثيقة بينهما بين حزب الإرادة الشعبية بأن الإدارة الذاتية يمكن أن تكون بنيان مستقبلي لأجل أن تشمل كافة الأراضي السورية، ليس أن يكون الحاكم الإدارة الذاتية، وإنما
كل المناطق السورية لأنها تجربة جاهزة وأثبتت هذه التجربة بأنها نجحت عمليا، استطاعت الحفاظ على أغلبية هذه المناطق لولا التدخل التركي والقنابل والدمار الذي تحاول تركيا. أستاذ حسين، يعني الموضوع كتير مهم بس للأسف أنا الوقت بتنا بالدقائق الأخيرة. أستاذ حمد، مسألة العدالة التصالحية لماذا ترفضها المعارضة التي تتهم وحتى على أرض الواقع بأنها إقصائية وإقصائية كثيرا يعني وجدا، تقوم بوضع فيتو على مجلس سوريا الديمقراطية، تحارب وتكن العداء لمجلس سوريا الديمقراطية، مع العلم بأن الأستاذ حسين أكد بأن كل ما يحدث في مناطق الإدارة الذاتية لديها مجالس محلية، يعني هناك مثلا استشهد لك بمدينة الرقة ومنبج وباقي المناطق والمدن الأخرى. أستاذ حمد، نعم، يعني أنا بغض النظر عن موقف المعارضة المعلن فهذه المعارضة أصلا هي شريكة بإنتاج هذا المفهوم وهو العدالة التصالحية، ولكنها اتخذت هذا الموقف الرافض نتيجة ضغوط الشارع الشعبي السوري. يعني مو ضغوط تركيا، لا لا، حاضنة الشارع حقيقة، لأنه هي بالأساس ما كانت لتتصرف. عم يقول لك الأستاذ سلمان أنه في التيار والشعب السوري الكل يبحث عن حل. يعني هلأ إذا بدك تيجي تقارن أستاذ حمد، يعني في دقائق أخيرة خليني أطرح فكرة كتير مهمة، يعني ليكمل الفكرة، خليك كمر، يعني بعطيك 3 دقائق زيادة مو مشكلة. مسألة لو نرى بعين المنطق كما يقال الواقع ونقيسه حتى من منطلق التصويت لمواقع اجتماعية ولقنوات عالمية حول مسألة الأمان والأمن في الأراضي السورية، دائما مناطق الإدارة الذاتية تحتل المرتبة الأولى. يعني تعال عمول سكوب على باقي المناطق في سوريا، ترى فيها الإجرام، مناطق المعارضة إجرام، تغيير ديموغرافي، تعلن ولائها المطلق لتركيا، حتى مسألة التداول بعملات تابعة لتركيا، تغيير تتريك، يعني قائمة طويلة. أستاذ حمد، يعني احنا قضية هذه الحالة من الأمان في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية حقيقة هو له ظروفه وله عوامله المساعدة، فهذه المنطقة تخضع بالدرجة الأولى للإرادة الأمريكية قبل الإدارة الذاتية، وبالتالي باعتبارها تخضع للإرادة الأمريكية فلا يستطيع أي طرف من الأطراف المحلية والإقليمية المتدخلة في الشأن السوري أن يقوم بزعزعة الأمن في هذه المنطقة. هو هنا يعني هو جوهر أمان هذه المنطقة لنكون صريحين. أعود الحديث عن موضوع قضية العدالة التصالحية، فلو كان الذي جرى في سوريا هو عبارة عن خلافا طائفيا وحربا أهلية كان يمكن أن يكون هناك وسيطا ليحقق العدالة التصالحية بين هذه الأطراف، إنما كانت هناك ثورة شعبية حقيقة ضد نظام أسروي يرى بأن هذا البلد هو عبارة عن مزرعة له، وبدليل أن أبرز أعضاء لجنة قيادة الأزمة في بداية الثورة السورية أو خلية الأزمة ومن ضمنهم زوج أخت الرئيس رئيس سوريا حقيقة تم قتلهم لأنهم قدموا مشروعا تصالحيا قبل أن تنزلق سوريا إلى هذا المنزلق. إذن لا يمكن الوصول إلى تفاهمات مع هذا النظام، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الثمن الذي دفعه الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير لابد له من عدالة انتقالية وليست عدالة تصالحية، يعني أصحاب الحق يجب أن يأخذوا حقهم بالدرجة الأولى ثم تنتقل الناس إلى التصالح. هذا الذي يجب أن يكون. إنما طرح مشروع العدالة التصالحية على الرغم أنه ليس من اختصاص اللجنة السورية أن تبحث هذا الموضوع، هذا الموضوع هو من اختصاص هيئة حكم انتقالية تنشئ اللجنة السورية وتنشئ يعني عدالة انتقالية أو تصالحية أو توافقية أي نوع من العدالات وتمهد لانتخابات رئاسية ونيابية لسوريا المستقبل. هذا الذي يجب أن يكون. إنما هناك تناغما دوليا حقيقة مع الموقف الروسي الذي يريد تعويم هذا النظام، ولذلك تحدثوا عن هذا الموضوع وهم يعلمون أنه في ظل هذا النظام لا يمكن تحقيق حتى عدالة تصالحية، لأنه هذا النظام مفهومه لسوريا على أنها مزرعته الخاصة بكل ما تملكه من ثروات ومن طيب. شعب ومياه وأراضي. أستاذ سلمان، بدقيقة واحدة تعقيب منك أخير.
أنا بتسمح لي أعقب على جملة وردت بكلام الأخ مو المرة الماضية بأنه الجيش السوري جيش طائفي، ليس الجيش السوري جيش طائفي، وليس النظام في سوريا نظام طائفي. النظام في سوريا هناك قلة من جميع المكونات والطوائف مستفيدة من هذا النظام، والأكثرية ساحقة من جميع المكونات والطوائف وخاصة الطائفة العلوية متضررة من هذا النظام. ووصف هذا النظام بأنه نظام طائفي أو وصف الجيش بأنه نظام جيش طائفي يبرئ يعني يعطي صك براءة لهذا النظام برأيي. الجميع هناك قلة مستفيدة من هذا النظام من جميع المكونات ومن جميع الطوائف ومن جميع القوميات، وهناك الأكثرية الساحقة متضررة، مظلومية وطنية، ليس الأكراد فقط لديهم مظلومية وليس السنة لديهم مظلومية، وليس كل المكونات لديها مظلومية. سوريا تعاني مظلومية وطنية شاملة، وبالتالي المهم تغيير هذا النظام بكل مكوناته بكل مرتكزاته، تغيير لكن نقول تغيير من خلال الحوار، من خلال عمل سلمي سياسي، من خلال مصالحة وطنية. الجميع يجب أن يتخلى عن سياسة أما نأخذ أي كل شيء أو لا 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 أي شيء. الآن نحن أمام يفترض أن نقبل بالحدود الدنيا، الجميع يجب أن يقبل حدود الدنيا لإنقاذ سوريا ومن ثم وصلت فكرتك أستاذ سلمان سوريا. نعم أستاذ حسين، تعقيب أخير منك بدقيقة لو سمحت. يعني أعتقد أن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية حملت على عاتقها ما يقوله الأستاذ سلمان، أنها تبحث عن الحوار، تبحث عن الحدود الإثنى من أجل تحقيق المطالب الموضوعة أمامها أو الأهداف التي تعمل من أجله، وذلك من أجل إبقاء سوريا موحدة، من أجل التوافق بين المكونات السورية، من أجل تغيير بنية هذا النظام الذي سبب هذه الويلات للشعب السوري وسبب دمار البنية التحتية لهذا الوطن، ومن أجل أعلى اسم سوريا مرة أخرى، التصالح بين المكونات الموجودة والطوائف الموجودة ضمن سوريا. مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية حقيقة تقوم بهذا العمل، وخير دليل على ذلك هو ما يجري داخل مناطق الإدارة الذاتية من حملات تدريبية ومن الاجتماعات ما يجري بين الشعب بين الجماهير، من إدارات تشكيل إدارات، من تشكيل منظمات حتى مجتمع مدني إلى آخره. طيب. هذه تثبت أو تؤكد بأن الإدارة الذاتية هي صاحبة المشروع الحقيقي من أجل مستقبل سوريا. نعم، ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر كاتب وباحث سياسي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة لك الكلام القيم، وشكر لك ضيفي من دمشق أستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولا على تلبية الدعوة وعلى كل الإضاءات، وشكر لك ضيفي من لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي على تلبية الدعوة على كل الإضاءات، وشكر الأعظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.